نعمل مع بعض بسكوت العيد مع البرتقال. يلا بينا نشوف مقادير الوصفة. هحتاج 3 كوب من الدقيق المنخول، كوب من السكر البودرة، كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، 2 بيضة، معلقة نشا، معلقة من الفانيليا السايلة، معلقة من البيكنج باودر، رشة من الملح، نص كوب من اللبن، ونص كوب من عصير البرتقال. يلا بينا نبتدي مع بعض وصفتنا. أول حاجة هنعملها هنحتاج مضرب. لو عندنا المضرب اللي بنمسكه بإيدينا ده أو المضرب اليدوي المتوفر ممكن نعمل بيه. هنحط في المضرب الزبدة مع السكر البودرة هنضربهم كده. ننزل بس المضرب. كده حصلنا على قوام كريمي. بعدين بننزل البيض بالتدريج واحدة واحدة. دلوقتي بقى هنضيف الفانيليا السايلة. أول ما بنضيف البيض في أي وصفة لازم وراه على طول نضيف الفانيليا. دلوقتي هنضيف اللبن، نص كوب من اللبن ونص الكوب من عصير البرتقال. طبعا ممكن نعمله بالنشادر. كده خلاص ناخد بقى المكونات بتاعتنا. دلوقتي بقى هنجيب العجان او ممكن نعجنها بايدينا. كده بقى الخليط بتاعنا السائل ده جاهز. نجيب بقى دقيق هنضيف له النشا ورشة من الملح والبيكنج باودر. وبعدين هنقلبهم كده بالمعلقة مع بعض. المكونات دي عشان تبقى متجانسة مع بعض كده. والدقيق نبقى نخلينه منخول. دلوقتي بقى هنضيف نص الكمية بتاعت السائل كده. هنسيب النص التاني تدريجيا. نجيب كده سباتيلا ننزل الأطراف بتاعتنا كده في العجان عشان كل المكونات تمتزج ببعض. ناخد بقى العجينة دي كده.
نصه كده كده. المفروض ان احنا نسيب العجينة ترتاح في التلاجة ساعة وبعدين نبتدي نشكلها. المفروض ان العجينة تكون بالشكل ده بالسماكة دي. دلوقتي بقى هنجيب الصاج بتاعنا، لما هترتاح معايا في التلاجة هتشد وهتديني القوام المطلوب. بصوا انا جبت لكم مكنة البسكوت القديمة بتاعت زمان اللي كلنا كنا بنعمل بيها احنا صغيرين عشان نحس كده بايه بايام زمان. دلوقتي بنجيب العجينة بنحطها كده ضغط كده هنلف بقى بايد والايد التانية هنقطع بيها البسكوت كده ونرصه في الصينية. طبعا لما العجينة هتقعد معانا في التلاجة هتبقى افضل بكتير. انا البتاع دي جبتها مخصوص عشان نحس بجو زمان واحنا صغيرين كده. طبعا هي العجينه باينه ان هي لينه عشان انا ما دخلتهاش التلاجه ترتاح. لازم العجينه بتاعه البسكوت تخش التلاجه ساعه قبل ما نشكلها. ولو ما عندناش مكنه البسكوت القديمه دي بتاعه زمان او ما عندناش مكنه بسكوت اللي بالكهرباء ممكن نجيب القمع ونعمل بيه البسكوت بتاعنا او ممكن نعمله الاشكال اللي احنا عايزينها. هدخله الفرن